حفطركم. صح حفطركم. شوفوا اللي زال جاية، شوفوا ثلاثة عبدعي، شوفوا أحيد سي عبد الكريم ما شاء الله. الله يسلمكم. راكم تشوفوا انتوا اللي زال جاية كيعرفوا لها ولا لا؟ يعطيهم الصحة. قلنا كل شيء حلال، كنا تهضروا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هادو لي فغي والله صافي بليزير. فوالا بات نوري لهم لو كارتي كي داير. جاريف تو سويت. شفتي بلاصه كي تعرف تعيش ولا لا؟ فوالا لي بغيتي بيكيل انجيلوس. شوفوا بلادنا كي راهي تحربكم المستقبل تاعكم. الناس يعيشوا نورمال، شفتوا ولا لا؟ يا لي زال جاية 48 ولاية، الناس راهي تعيش. هذه بلاد مسلمة كيما الجزائر. شوفوا لا ديفيرونس، اي 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 اي. وراهي تيدوش مراد، وراهي تيدوش مراد. شافوا يا لي زال جاية، شفتوا ولا لا؟ فوالا بلاد مسلمة نورمال. 20 مليون توريست، 20 مليون سياح، 20 مليون دو توريست. شفتوا؟ لي زالجيريان. فوالا الناس تعيش نورمال، افيك ريسبي احترام. راكم تقولوا بلاد راهي مليحة، بلاد راهي دوك. هنا كوالالمبور لو كارتي، والله ما نعرفو على بالكم انا ما نعرفش كوالالمبور. سي لو كارتي كيما حيدرا هنايا، لو كارتي حيدرا جي اوبليي لو نوم. مي جفي دنودي، فوالا شوفوا بعينيكم، شوفوا لا ديفيرونس. شوفوا لا ديفيرونس. فوالا فالي باركي. هذوك التاكسي. اسكوز مي سا، وات از ذا نيم اوف ذيس بليس بليز؟ ذيس بليس. يا ذيس بليس يس. كوراريس مونجيرا. كان يو ريبيت بليز؟ كوراريس مونجيرا. كوراريس مونجيرا. سولاريس. سولاريس مونجيرا. بارك الله فيك. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. صحيتو. فوالا. هيا عيشوا عيشوا لا ترجع، يا عيشوا. فوالا دوكا دوكا. بون لا شي با كي لوغ إلي، واحد الساعة ونص ولا شحال، بالك راهي زوج ونص عندكم. فوالا دوكا دوكا. لي بغيتي مرحبا به. فوالا دوكا دوكا مع لي زالجيريان تاعنا، يعطيهم الصحة. قال لي يسموها سولاريس مونتيرا هنايا هكا هكا. فوالا دوكا دوكا. والخوا نقبضوا شويه، تسكبوا البلاد كيما هاك، ما تخلوهاش يعني رايحه للبير. كاينه هذه لابوز ان شاء الله، لازم نسكبوا هذه البلاد ان شاء الله. يا دي سبار ان شاء الله. هذه بلاد مسلمه راهي هايله ما شاء الله. ما تغلقش الكاتي هذا، ما يغلقش. بات كاتي بات كاتي بات كاتي بات كاتي وكاع الناس عاقلين. والله غادي نشوف لا زكا لا والو. قاعد يبان يشرب الشرطه من الدربوش. شفت؟ يا عاقلين. انكرايابل. العسل عاقل، السيد عاقل. يا الناس عاقلين. راهي ثلاثة ونص في البلاد قال لك. فوالا الله يسلمك. سي يوسف. فوالا صافي بليزير. قالوا لي بيل تايا في البلاد بيل. مغناوي الله يبارك يا. فوالا ناس الخير ما شاء الله. فوالا مغنية، كم تشوفوا واش جابت مغنية ولا لا؟ عندنا علي لابواد مليانة ويوسف مغنية وبوليدة الله يبارك. سي عبد الكريم. فوالا صافي بليزير.
فوالا بصحتكم. جو فولي جوست مونتخي بتيت ايماج كوم سا بعد لا تشوف لا ديفيرونس بين الجزائر ولا ماليزي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فوالا ميرسي. هيا بصحتكم. دونك فوالا دوكا دوكا تحيه للتكنولوجي، تحيه فيسبوك. بصح على بالكم كابابل غدوا يتلحوا كاع فيسبوك وما تشوفوا حتى حاجه واش راه صاري في الخارج، على بالكم ولا لا؟ بون الحمد لله كاين فيسبوك، الحمد لله كاين لي الجيريان واعيين ومثقفين. اي اون كومونس اون كونتينيو ان شاء الله. يا تري بيانتو والسلام عليكم. السلام عليكم. الزول على بالكم بلي اليوم نديرو هاي لي لايف برك باسكو عندنا لي كاميكاز في الطابله اليوم. والله لي كاميكاز. السلام عليكم. ارجع 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 ارجع. السلام عليكم. واش راكم؟ والله بيان. جيتو تعبانين. مرحبا بك خويا، انا عندنا في ماليزيا. الله يسلمكم. والله بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. فين جيتو بيل؟ جينا من جوهر في البوكس الغفوري. شحال من كيلومتر؟ 300 كيلومتر. الحدود تاع سنغافور يا الراقدين، لا الشعب الجزائري الراقد، راكم تشوفوا ولا لا؟ وكي شفتوا بلي رانا هنا كي درتوا؟ برك راني متبعك انا في الباجا تاعك في لاباج في السفاره، قلت صاحبي خلع ديرك. والله يعطيكم الصحة، يعني جي بي اس في الفيسبوك. والله استعرف بكم. والله صافي بليزير. شفتوا الشعب الجزائري ولا لا؟ شوفوا بالحدود تاع سنغافور وجاو. ما يعرفوش هذا وش وجوه. الله يبارك العلام يا شوفوا شوفوا شوفوا. يا ودي فرحونا شوفوا شوفوا. الله يبارك، والله صافي بليزير. لي زوبيا شفتوا ولا لا؟ بس بالحدود تاع سنغافور وجاو وانتوما نورمال عادي في البلاد وراكدين كاملين. سبحانك يا الله. العلم راه صغير على بالك. اه صح. لقينا في ماليزيا وماليزيا تلقاو في بلاصه اخرى. سي فا. استقبلنا في الرئاسه. افيك بليزير، مرحبا بكم كاع، والله افيك غو بليزير. فوالا حنا لي الجيريان كاع الجيريان الحمد لله كان الاحترام كان الطموح باه نسقموا بلادنا ان شاء الله تولي كيما كيما ماليزي وسنغافور ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وعندكم بزاف هنايا؟ عندي 3 سنين وانا. 3 سنين؟ 3 سنين. واش تعمل هنايا خويا؟ دكتوراه. دكتوراه؟ دكتوراه في الهندسه المدنيه. الله يبارك. ان شاء الله العام هذا نخرج. ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وتقعد لي هنا ولا ترجع البلاد؟ والله صديق، ولكن خدمنا شهور 2 مليون ولا 2 مليون. ان شاء الله. فلازم نسقموا البلاد قبل لا؟ والله بشويه حبه حبه يعني. حبه حبه، كون كان عندكم دكتوراه ما كانش حاجه مستحيله، مستحيل ما كان. لا ما كانش. حبه حبه يعني. صح صح. الصبر برك، يصبر برك. دوكا دوكا. دوكا دوكا. بصح تايا في رايك، اسكو البلاد راهي توجد يعني توفر باه اللي يجيبوا دكتوراه في الخارج يعني كي يجوا البلاد يخدموا نورمال؟ ماشي كيف. والو. هذا السبب اللي خلاني نخرج من الجزائر. خلاني نخرج من الجزائر، واحد يفتحوا له فرص، يفتحوا له ابواب. يعني شو مجالات يعني بدل ماليزيا شو بلاد اخرى يعني. هذه الحاجه اللي قلنا لكم نخرجوا من الجزائر. الجزائر تهدر يسكتوه ما يخلوش تهدر، يخافوا من الهدره. اي يبقى خلونا نخرجوا ونهدروا، ديروا خطوه وحدنا كما هدروش. ما تتكلوش على الدوله يعني؟ ها؟ ما تتكلوش. الحمد لله ماليزيا عطاتنا منحه هنا، نزلتوا على حساب الدوله الماليزيه، بارك الله فيهم. يبارك فيهم. والحمد لله. وعلي الحمد. فوالا. وخذ العزيز عليكم السلام، صافا شوية. تعبتوا أنا والله لا تعبتوا. اسمحوا لنا برك. اه صافا. 300 كيلو شوفوا في حاجة. والله يعطيكم الصحة. وأنت واش تعمل هنا؟ أنا ندير PhD في ميسيدي. دوك دكتوراه. الله يبارك. والله ما شاء الله مستوى عالي هنايا في ماليزيا، والله ما شاء الله يعطيكم الصحة. والله صافي بليزير. لا بليبار تاع الجزائريين كاع حنايا كاع دكتوراه رانا بزاف، هما تروح الدور حاجة تروح حاجة في الجزائريين. شحال راكم هنايا الجزائريين شحال؟ وفي الجامعة على حساب، في الجامعة ديبيند على الجامعة. أبوبخي أبوبخي شحال أبوبخي؟ في الجامعة رانا فيها 6 دكتور. شحال؟ 6 دكتور. 6 والآخرين شحال؟ 5 دكتور وواحد ليسونس. كان ليسونس بزاف؟ واحد ليسونس. واحد ليسونس. 5 دكتور. 5 دكتور و 1 ليسونس. وشحال عندكم لي ريزو بلادكم شحال ابوبخي الجيريان لي
اللي راه بهلا في باليزي الجامعه الاسلاميه. وي الجامعه الاسلاميه على بعد جامعه اسلاميه في البلاد. ما كاينش جامعه اسلاميه في الجزائر ولا كيفاه؟ عندنا جامعه هذه عبد القادر. شنو يجيو يديروا هنايا؟ شنو يجيو يديروا هنايا؟ لو كان ما عندناش العلوم الدينيه في البلاد ولا كيفاه؟ يجيو حتى الباليزي يقراوا القران، ما كاينش القران في الجزائر. لا يا اسم برك. ياه اسم برك. جيبوا لنا دكتوراه، ساينتيفيك، تكنولوجي، ياه بلاد خاصها الناس اللي عندهم الكفاءات. لا خويا شوف. الإسلام أنا مسلماتي هنا في ماليزيا. البري ميزيمون سي ماليزيا. ماليزيا ماشي اللي ترجع يعني. شوف كيفاش ماليزيا يتعاملوا كيفاش يعاملوه. ماليزيا يعني ميزيمون. يعني ماليزيا حاجة أخرى. تفهم إكزاكتو وقت الإسلام نورمالمون صح. عن الحق ماليزيا ميزيمون صح ميزيمون. وعلى الإسلام تاع الجزائر كي داير؟ هيا اهدر اهدر نور مال اهدر. دير لي مقارنه بين الاسلام تاع الجزائر والاسلام تاع ماليزيا. لا هنايا تقول لي الريسك اللي كاين بين لي ريليجيون خلاه البري دي مال ميزيمون خلاه مع صح يكون الميزيمون تشوف يعني راك تعرف المعامله نتاعو تجاهك يعني تفهم الصدق الكلمه تاعو كيفاش ماليزيا مالغري ما يهدر العرب. ما يهدرش؟ ايوه ما يهدرش العرب في ماليزيا. عندهم اللغة تاعهم كاشفة. عندهم اللغة تاعهم. ايه في الإسلام يعرف أنه يقرا قرآن برك باش يصلي. صح يتبقوا. حنا الهدرة برك. حنا نصلوا ونسرقوا. ياه عندنا الرقعة تاع الصلاة والرقعة تاع السرقة. ما لقيناش سرقة ما لقيناش سرقة. كراف هذه. سرقة ما لقيناش. حنا لينا ضعاف. سرقة ما لقيناش. والو. والله ما ديالي. يعني واحد ضعيف ما يقدرش يسرق ولا كيفاه؟ يسرق عنده ديبلوم. وي ديبلوم ايه عنده بي اتش دي تاع سرقة. ماهيش سهلة والو ماهيش سهلة. سي فغي. إلا يقولوا ديبلوم سبيسيال. لازم. ياه وإلا يقولوا حزب سبيسيال. الجامعات عندها راكين قوي لازم. الجامعات ما مقبولش. دكتوراه تاع سرقة. أيوة. والله سي كراف. سي كراف. معايا جا جوهور. جا سيمستر هذا. مي هذا في ديكار. فهيجو نهضروا على الجزائر والله بارك الله فيكم والله صافي بليجيا بزاف بزاف بزاف. دير ميكات تاعي في الجو البارو كيف تاع الاوتيل؟ كيف تاع الاوتيل؟ كل سمانه ندير ميكات تاعي في الجو البارو. اخويا روح مرحبا بك ان شاء الله. انا فين نتوما؟ السمانه الجايه انت، السمانه الجايه راني جاي. شفتوا ولا لا؟ 18 نروح نروح الحين والله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مرحبا الله صافي بليزير. الله صافي بليزير والله العظيم. جيبي البيت عندي. شفت ولا لا؟ للزابيا. والله درت حسابي باه نجي نشوف ونروح. لا ما تخافوش. شوف ما نقولكش اروح معايا سيدي يقول لي نشري فيكم. انت وعلى صعب دونجي. انت وعلى دونجي. على بالك ما يخلوكش تهضر هضره نورمال على بالك ولا لا؟ جزائريين جاو فاكونس راه الحين غدوة ونروح نزيدو نشوفها تقول له ربعة هيا زاد عليك الدار هيك فيها الله يبارك فيك شفتوا علي لابوت ما شاء الله ولا لا؟ لي زاب يا لي زاب ما شاء الله الله صافي بتجي سي يوسف شفت ما شاء الله ولا لا؟ الشبيبة الجزائرية كان عندها طموح ما شاء الله الله يبارك فيك والله يعطيكم الصحة والله بيجاهدوا ما شاء الله شفتوا لي ثلج هيا 41 مليون جزائريين هلا نقولوا لهم روحوا وقفوا برك في لا كروند بوست في الجي باه وقفوا مع المسلمين تاع بورما والله واحد ما تحرك.
هذا بالهم بالك اللي يحرق اللي راه هنا مع سكونات سي فري سا شفتي جابها ولا لا شفتي جابها نستعرف بك شحال بقاو بالك بقاو بالي وبرك غير هنا اللي يدوروا معاك يتبعوا فيك يعطيكم الصحة والله صافي بليزير بون راكم تسمعوني في الجزائر ولا لا هادو وي مجاهدين تاع 2017 ما شاء الله لي فغي تاع الصح مجاهدين تاع الافكار تاع طموح البلاد والله يعطيكم الصحه والله صافي غرو بليزير فوالا دون ان بي مسلمان ماليزيا فوالا ناس لي تبقوا الاسلام ماشي الهضره برك فوالا صافي بليزير un grand 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 plaisir bon voilà les Algériens bon تعرفوا العقليه تاعي كي دايره طون 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 بغي بيكيكم شويه بصح شويه تعرفوا علاه ولا لا والله العالم راه يتسقم العالم العالم راه يتسقم وحنايا رانا شوفوا هاك زيرو في الزيرو زيرو في الزيرو وانا الاول زيرو انا الاول زيرو بس بصح او موان تسيي او موان تحرك او موان تبوجي فوالا شوفوا لي الزاب شوفوا 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 شفتوا ولا لا؟ الله تعرف بكم والله صافي بديجي ها شفتوا ولا لا؟ ها شوفوا ايوا شوية 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 يا خوا شوية فرحونا شوية فرحونا فرحوا الجزائر فوالا شوفوا لي الزاب يا مرحبا بكم في ماليزيا مرحبا براشد نكاز هنا عندنا هاي اعتبرها في دارنا لازم نرحبوا هذه بعيد عن السياسة نرحبوا براشد كجزائري بارك الله فيك بعيد عن السياسة بارك الله فيكم صحيتوا الخوا بون اتهلا في روحكم وان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم هذيك شوية بصح غادي يعرف غادي يعرف ان شاء الله الحياة فقط باش الانسان يبادل الخواطر والهواجس اللي في قلبه على البلاد وعلى القبور وعلى العباد وحنا نحبوا الجزائر ونحبوا اهلها مهما كان مهما كانت الظروف وتبقى هاك البلاد ولا كيف؟ لا لا سيان صافي 55 سنة راه كيما هاكا 55 سنة ولا شحال نعتبروا احنا متعلمين تعال ديروا برشا ريال يا سي يوسف كي تشوف المستوى تاع الجامعه الجزائريه في السبعينات وتشوف المستوى تاع الجامعه الجزائريه في 2017 رانا نديروا برشا ريال ما رناش نتقدموا ماليزيا كي تشوف كي كانت في السبعينات وكي راهي اليوم راهي تقدم الجزائر بين السبعينات وقت بومدين الله يرحمه ووقت بوتفليقه راهي برشا ريال السبعينات كان عندنا مجتمع مغاير مجتمع السبعينات هو مش جيل الألفين لماذا؟ جيل السبعينات هو الجيل الأول مباشرة اللي بعد الاستقلال اللي كان كنا محتم علينا أننا نكونوا لكادر أنا في فتي وشنا هي أول ما خدنا الاستقلال الجامعة الجزائرية كانت فيها من الأطر الجزائرية من الادمغه الجزائريه باش نوجهوهم لزيكول بريمير والامور واش درنا ذاك الوقت استوردنا من مصر المعلمين باش يعلموا ولادنا كنا عاد خارجين من الاستقلال لي كادر ما عندناش الطلبه في بيزنس مي طلعوا للجبل وخلاو المقاعد البيداغوجيه رحنا جبنا من مصر المعلمين المصريين ذاك الوقت واش داروا كان عندهم مشكله على الاخوانيين وكلش اما لا كاع اللي شموا فيه ريحه الاخوانيين ذاك الوقت بعثوه لنا للجزائر منهم باش هما يتهناو منهم ويحافظوا على الصوره السياسيه تاعهم انهم واش ضد اضطهاد الاخوان والامور هذه ومنها ما ندخلهمش للسجون يقولوا علينا مثلا ديكتاتوريين واش نديروا اعطيناهم تهجير ذكي روح الجزائر قرب طيب جاونا اخوانيين وقراونا في المدرسه الجزائريه طلعوا لنا نشب فعلا يهدر باللغه العربيه يعني مثقف ما شاء الله ذو توجهات اخوانيه معينه
باش ما ندخلوش في فلسفه الاخوان وفلسفه كذا وفلسفه كذا. راح نقول انه وحده من لي كوز اللي انه الجيل اللي قراو عند خريجين الاساتذه اللي جبناهم اللي جبناهم من العراق سوريا الجيل هذا خرج ثقافيا شويه تناقضات لانه الجزائر كانت منفتحه جدا في السبعينات والمدرسين اللي لقنوا المناهج الجزائريه كانوا متوجهات معينه وبالتالي هذا اعتبره انا اول كونتراديكسيون في لا مونتاليتي الجزائريه. هذه اول كونتراديكسيون من قبل. اوكي الطلبه هذو فعلا كان عندهم مستوى كان عندهم تاطير كبير كان عندهم مستوى راقي جدا ولكن الجزائر ذاك الوقت كانت منعزله كانت في مرحله بناء ما كانش عندنا الوقت اللي يقرا كان لازم يروح يقرا اللي يخدم كان لازم يروح يخدم كانت ثوره زراعيه ثوره صناعيه ما عندناش الوقت اقرا بسرعه باش انك تخدم باش انك كذا كذو طبوح. طيب الطالب اليوم في الباك اول ما يدي الباك راه عارف باللي نهايته بوه مش عارف قالوا له باش ما نظلموا حتى واحد قالوا له باللي نهايته راح تكون البطالة حتى خديت الدبلوم تاعك ولا حتى خديت ليسونس تاعك نهايتك راح تبقى بالحيط ولا راح تشتغل شغلانه مش في اختصاصك. هو داخل الجامعه اول شيء محبط الاول داخل محبط ايوا راني نقرا نعد الربع سنين تاعي والساعه اللي حاجه وبالتالي سيبو ما يتعبش سيبو متقيد فقط بما يطلب منه. على الرغم الجامعه هي فضاء للبروكرياسيون هي فضاء للابداع سواء في اي مجال الابداع في مجالك كريتيف الابداع في امور اخرى سيب الطالب مهندس دوله مش عارف المعمار وكذا وفي نفس الوقت شاعر تصيب ميتسا ويفسر القرآن تصيب رجل اقتصاد وفي نفس الوقت ميوزيسيان